أقام أبناء الجالية العمانية من أعضاء المجلس الطلابي حفلاً ومعرضاً بمدينة كارديف بويلز بمناسبة العيد الوطني 51 المجيد، حيث افتتح معرض الصور والخدمات تحت عنوان وطن يعلو بشعبه، والذي قدم النماذج العمانية الناجحة واستعرض أهم الخدمات المتاحة لهم. حقيقة سعيدين جداً بالحضور مع سعادة السفير، مشاركة الطلبة الاحتفالات بالعيد الوطني 51 تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وسعيدين جدا صراحة بالاطلاع على الإبداعات الشبابية والمعرض المصاحب والأفكار الجميلة والمستقبلية اللي ابتدأها الطلاب، وإن شاء الله تتواصل معاهم من سنة إلى سنة، وكل عام وعمان وشعب عمان بألف خير ومحبة وازدهار وتقدم ورخاء. It's a wonderful day. We're delighted to have this event here. هذا يوم رائع ونحن سعداء بإقامة هذا الاحتفال بكارديف. لدينا عادة تاريخية باستضافة طلاب من عمان للدراسة بجامعة كارديف، ولديهم مشاركة رائعة في مجتمعنا الطلابي، ولرؤية مثل هذا الحدث يشعرنا بسعادة بالغة. ندين بالشكر للمجلس الطلابي لتنظيم هذا الحدث وسعداء باستضافته في كارديف. الحفل أتى تحت رعاية سفارة سلطنة عمان والملحقية الثقافية في المملكة المتحدة، وقدم عدد من قدامى الدارسين بالتعاون مع المجلس الطلابي فقرات غنائية وشعرية تعبر عن وطن يملأ قلوبهم وكيانهم، وتكريم خاص للمنظمين والمشاركين في الحفل. طبعا في البداية تشرف لهذه المشاركة، أنا في يوم من الأيام كنت طالب مغترب وكنا نشتغل كثير أنشطة، فالحمد لله بعد فترة طويلة رجعت الحين كضيف في هذا البرنامج وفي هذا الحفل، وأنا سعيد جدا بمشاركة أخواني الطلبة، وطبعا محضرين برنامج موسيقي مشترك مع الفرقة الأكاديمية العربية للتراث العربي، وإن شاء الله نقدم حاجة كذا تليق بالجمهور ونشارك الطلبة فرحتهم. العيد الوطني هو مشاعر عظيمة يكنها هذا الشعب العماني لهذا البلد العظيم ولحضرة صاحب الجلالة كذلك السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. المشرف العام على هذا الاحتفال هي الملحقية الثقافية العمانية بلندن، ونحن كمجلس استشاري طلابي عماني في المملكة المتحدة نتعاون مع جمعية الطلبة العمانيين في كارديف لإنجاح هذا الحفل الذي يعتبر الحفل الأكبر على مستوى المملكة المتحدة. احتفال الطلاب بوطنهم لم يمنعه الاغتراب والاجتهاد الدراسي، ويعكس حرصهم على تشريف بلدهم والعودة محملين بأفضل العلوم للمساعدة في استمرار التقدم والازدهار. مستقبل سلطنة عمان خير ممثل لبلاده بتنظيم احتفالية اليوم الوطني بالمملكة المتحدة على أفضل حال، وضامنا لترسيخ العلاقات الدولية التاريخية بين البلدين. علاء الدخخني، تلفزيون سلطنة عمان، كارديف، المملكة المتحدة.